حبيناهم من طيبتهم، البساطة دي كانت حياتهم، دول نجوم فعلا عتاولة، دول ملوك الإفيهات. ما بناها نادية وخد سوسو وهو كله في طوال، فنانين غاليين علينا قالوا أجمل قفشات. اسمحي بالرقصة دي لحظة هتحزم واجيلك، كله ضرب مفيش شتيمة، انت بقى يا تنسى حيلك، والسؤال عن جملة كانت افيهات للفنانين، كل يوم افيه ولازم حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين، حد يعرف كان لمين. اهلا بيكم في حلقه جديده من نجوم وقفات، وحشتني جدا من الفزوره اللي فاتت. وقبل اي كلام زي ما انتم متعودين اعملوا سبسكرايب لقناه هوليود الشرق عشان تتابعوا كل جديد. نجوم وقفات النهارده بنتكلم على فنانه كوميديه جدا، عملت دويتو هايل مع الفنان الكوميدي راحل فؤاد المهندس في ساعه على قلبك، ومن هنا بعد كده انطلقوا في عالم السينما والشهره، وكمان كونت دويتو حلو قوي مع زوجها الراحل المؤلف الكبير. الفنانه سعاد الهواوي النهارده هتقدم لنا احد افهاتها الشهيره جدا اللي اشتغلت بيها الفنانه دي. تعالوا نروح نتفرج ونرجع لكم على طول. شخصيتنا النهارده ممثله معروفه للكل، ليها اخت ممثله معروفه اتجوزت من كاتب معروف، التحقت بالمسرح الحر، انضمت لفرقه ساعه لقلبك، انضمت للمسرح الكوميدي، ممثله ضحكت الكل. تيجي بينا نروح نشوف مين هي. محمود انت صاحي يا حبيبي؟ حودة مش الراجل اللي جنبنا مش لاقي شغل يا محمود؟ انام من غير ما اتعشى يا حودة، ننسي في علبة تونة يا محمود، انت بتعيط ليه يا حودة؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. يا ترى ايه هو اسم الكوميديانة الجميلة المشهورة الحبوبة صاحبة الإفيه؟ زي ما انتوا شفتوا كده، خلينا اسالكم يا ترى الافيه ده كان في ايه ومين الفنانه اللي هنتكلم عليها. قبل اي اجابات او اي حاجه اعملوا سبسكرايب وجاوبوا كتير جدا وجاوبوا صح، واكتر حد هيجاوب صح هو اللي هيفوز معايا. استنوني الفزوره اللي جايه. باي باي.